بين 1950 و 1975 كانت بيروت مدينة عالمية ومركز لإنتاج المعرفة والفن والحداثة، كمان كانت مركز مالي واقتصادي مهم. شو اللي خلى بيروت تلعب هالأدوار؟ جابوا هالأفكار من الغرب بس عم يبنون الصياغة تتماشى مع الشرق. كيف تبدل فيها نمط الحياة؟ صارت بيروت مش بس أنه فصحى للعمل وفصحى لنشر الأفكار، فصحى للعيش. وكيف تبدلت فيها أدوار النساء التقليدية؟ عصرنت الأدوار. وهل الكل استفاد من النمو؟ هيدي قصة بيروت المعاصرة اللي ما كتير بيعرفوها.